يقدر يخدم الحرفي من المنزل تاعو، لانه هنا تقدر يقدر يدير بطاقه حرفي. بطاقه الحرفي هذه هي اللي تسهل مثل هذه الامور، انه يخدم في المنزل ديالو. وشنو يكون عنده بطاقه حرفي باش يقدر يخدم لو كود بار، يقدر يخدم باش كيفاش يحط يدير لومبالاج تاعو الى اخره، ويدير لو كود بار ويدير العنوان والرقم. شنو هي الشروط باش يدير بطاقه الحرفي؟ باش يدير بطاقه حرفي لازم لا ريزيدونس، لازم شهاده ميلاد، نسخه من بطاقه التعريف، صور شمسيه اكيد، والشهاده التاهيل اللي تكون سواء من مركز التكوين المهني او من الغرفه. ولا ما كانتش عنده يقدر سور بلاس عند الغرفه دير له تيست، يعني دير له كما حنا نقولوا امتحان تجريبي على بلي هو يعرف هذاك المجال، ومن بعد يتحصل على الشهاده ديالو مباشره. اسمع، كاين امتحان تجريبي؟ كاين امتحان تجريبي سواء في مراكز يعني التكوين، اكيد سواء كان في مراكز التكوين المهني او في الغرفه، في غرفه الصناعه والحرف التقليديه. في هاد لي دو لازم يدير الامتحان التجريبي باش يتحصل على الشهاده ديالو. يستغرق وقت ربما يوم واحد؟ ما يستغرقش وقت، هي حكايتها ساعه واحد. يعني تجيبي المواد اللي تحتاجيها، تبداي تخدمي واش راكي حابه. يقترحوا عليك اكيد، يقول لك زعما ديري لنا خدمي لنا هذه ولا واسي لنا هذه، وانت تخدمي لهم. هنا تبان حرفه يديك الا انت مؤهله باش تاخذي هذيك الشهاده وتكملي. لا لا لا. ولا ما كنتيش مؤهله لازم هما يبعثوك تتكوني، كي تكملي التكوين تاعك يعطوك الشهاده.